لمزيد من المعلومات حول هذا التصعيد بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي ينضم إلينا من بيروت مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب. ما هي آخر المستجدات لديك أحمد فيما يتعلق بهذا السجال بين حزب الله وهذا التصعيد بين حزب الله وإسرائيل؟ نعم، تحياتي لك في البداية. بالفعل شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم عمليات نفذت من قبل الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وأيضا عملية واحدة نفذها حزب الله من الجنوب باتجاه موقع البغدادي باستخدام الأسلحة الصاروخية، هذا الموقع الذي يقع في الجهة المقابلة للقطاع الأوسط من الجنوب اللبناني. ربما جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارتين جويتين مؤثرتين منذ الصباح وحتى الآن، منذ بداية اليوم وحتى الآن. ربما الغارة الأولى استهدفت منطقة الناقورة التي تقع في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، علما بأن هذه البلدة، بلدة الناقورة، هي المقر الرئيسي أو يقع فيها المقر الرئيسي لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل. كما كانت هناك أيضا غارة جوية إسرائيلية على منزل في بلدة جليدة في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني، فضلا عن القصف المدفعي الذي استهدف عدة مناطق على طول الشريط الحدودي سواء في القطاع الشرقي أو الأوسط أو القطاع الغربي. في المقابل أيضا هناك العديد من العمليات، أو يأتي ذلك بعد 5 عمليات نفذها حزب الله بالأمس من الجنوب اللبناني، كان أبرزها استهداف أحد المقر العسكرية الإسرائيلية بعدد من صواريخ الكاتيوشا. وربما كان هذا تطور نوعي في العمليات التي تنفذ من الجنوب اللبناني بالأمس، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على البلدات في الجنوب اللبناني والتي كانت بوتيرة كبيرة بالأمس. ولكن العمليات التي نفذت من الجنوب اليوم حتى الآن تنذر بأن الساعات القادمة ربما تحمل المزيد من العمليات المتبادلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. نعم، هل أحمد هذا الأمر له علاقة بعدم الوصول إلى هدنة بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة؟ هل هذا التصعيد سيكون ناتجاً عن دخول إسرائيل في مرحلة جديدة من الحرب حتى في شهر رمضان؟ نعم، فيما يتعلق أولاً بملف الهدنة، فحينما كانت هناك هدنة في قطاع غزة انسحب الأمر على الجبهة الجنوبية اللبنانية، ولكن هذه المرة ربما أو قد تكون مختلفة عن الهدنة السابقة بسبب الأحاديث المتبادلة والاستعدادات وأيضا التصريحات المتبادلة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، حيث يرى الجانب الإسرائيلي والتهديدات التي تأتي من إسرائيل أن جبهة لبنان باتت منفصلة عن جبهة غزة، وإذا تم التوصل إلى هدنة في قطاع غزة فلن تنسحب على الجنوب اللبناني، لأن إسرائيل لها العديد من المطالب التي تريد من لبنان أن يحققها، وأيضا لبنان له العديد من المطالب التي يطلب من إسرائيل تحقيقها. هذه المطالب لن تتحقق بالهدنة، فبالتالي هناك تخوف من ألا تنسحب الهدنة في قطاع غزة حال التوصل إليها على الجنوب اللبناني مثلما حدث في المرة الأولى، وخصوصا بعض الوساطات الدولية التي جرت على مدار الأسابيع القليلة الماضية من أجل التوصل إلى توافق بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي حول تهدئة شاملة ومستدامة في الجنوب اللبناني عبر التطبيق الفوري للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006 والخاص بوقف إطلاق النار بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، والذي يقضي بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة البلدات المحتلة على طول الشريط الحدودي اللبناني في الجنوب في مقابل إخلاء أو إنشاء منطقة خالية من السلاح، وأيضا إخلاء الجنوب اللبناني من سلاح حزب الله، على أن يكون السلاح في الجنوب اللبناني حصرا في يد الدولة اللبنانية ممثلة في الجيش اللبناني يعاونه في هذه المهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان التي تضم أكثر من 10,000 جندي من 47 دولة على مستوى العالم. فربما هذا الهدف أو هذا المطلب أو هذا التوافق بات بعيد المنال في ظل التطورات الأخيرة التي تحدث في الجبهة الجنوبية اللبنانية. ففيما يتعلق بالتهدئة هناك مخاوف ألا تنسحب التهدئة والهدنة في غزة على الجبهة الجنوبية اللبنانية. فيما يتعلق بالجهود الدولية الأخيرة للتهدئة في لبنان، فربما كانت آخر هذه المهام الزيارة التي قام بها الأسبوع الماضي أمس روكشتاين المبعوث الأمريكي إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ووفقا للمعلومات أنه حمل ربما طرحا جديدا لاقى قبولا كبيرا في الجانب اللبناني سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى حزب الله أيضا، ولكن هذا الطرح يبدو أنه قوبل برفض من أطراف أخرى بدليل أن أمس روكشتاين كان من المقرر أن يعطي ردا للدولة اللبنانية على ما طرحه من أو على العرض الذي سيقدمه إلى الجانب الآخر وهو إسرائيل، ولكن
لم تتلقى الدولة اللبنانية حتى الآن ردا من أموس هوكشتاين، وما يعني أن ربما أيضا الجهود الدبلوماسية أمامها عقبة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة. ربما هذا الأمر يفسره حديث وسائل الإعلام الإسرائيلية عن وجود مخطط أفصح عنه رئيس أركان جيش الاحتلال بأنه ربما ستكون هناك عملية برية في الجنوب اللبناني. هل هناك سيناريوهات محتملة من قبل حزب الله لوصول التصعيد إلى عملية برية؟ نعم، هناك تصعيد أو حديث من حزب الله حول احتمالية التصعيد للهجوم البري، وبالفعل الأسبوع الماضي شهد محاولتي تسلل من قبل قوتين إسرائيليتين برا، تسلل بري إلى الأراضي اللبنانية، ولكن حزب الله أعلن أنه تصدى لهاتين المحاولتين عبر إطلاق الصواريخ على القوات التي حاولت التقدم بشكل بري. ربما فسر البعض هذه الخطوة بأنها محاولة جس نبض على الحدود الجنوبية اللبنانية لبحث كيفية أو لإرسال رسالة إلى الجانب اللبناني أن الاجتياح البري قد يكون قائما، ولكن حزب الله أعلن أنه جاهز لهذه العملية وأنها لن تكون نزهة في الجنوب اللبناني، مؤكدا أن على لسان رئيس كتلته النيابية في مجلس النواب النائب محمد رعد الذي قال أن المخازن الخاصة بالحرب المفتوحة لم تفتح بعد، وهو ربما هذا التصريح يشير إلى أن حزب الله يجهز العديد من الأسلحة ولديه العديد أيضا من الخيارات الأخرى في حال قيام إسرائيل بشن حرب مفتوحة أو بعدوان بري على الجنوب اللبناني. أشكرك، شكرا جزيلا أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، شكرا جزيلا لك.